السلام عليكم، معكم نور الدين من قناة كرافتس بلادي. إن شاء الله في هذا الفيديو سأتقاسم معكم إن شاء الله عمل سدة، لكن بطريقة مختلفة وبتقنيات جديدة. وبداية لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من يساهم في نشر هذه القناة، ولكل من هو مشترك، ولكل من هو يدعو لإشتراك في هذه القناة. وكما يعلم الجميع هي قناة الاستفادة في تقنيات البناء ومستجدات إصلاح المحلات التجارية إلى غير ذلك. إن شاء الله وكما عودتكم دائما أن نتقاسم معكم كل صغيرة وكبيرة حول إصلاحات المحلات وفيما يخص تقنيات البناء وكذا آخر صيحة الديكور. إن شاء الله في هذا الفيديو سأتقاسم معكم عمل سدة كما قلت لكم بالحديد من نوع الأش، واستعملنا في هذه السدة نوع يسمى الطولة، من طولة يسمى لاطول كولابرون. هي نوع من الطولة اللي كتساعدنا على عمل سقف للسدة، أي عمل خرسانة فوق السدة. هذه تقنية ربما استعملت في الدول الأوروبية كثيرا، والآن صار استعمالها في المحلات التجارية هنا في المغرب، وكانت لنا الفرصة لاستخدامها في هذا المحل. إن شاء الله تابعونا على الفيديو، إن شاء الله سنتطرق لكل كبير وصغير حول هذا الموضوع، وأتمنى أن ينال إعجابكم. وكما قلت لكم دائما نظرا للإكراهات التي نواجهها في عملية التصوير، نظرا لضيق المحل وكذا، لوجود الحديد ووجود معدات العمل، نحاول قدر الإمكان بأننا نبعث الصورة الواضحة، ولا تبخلوا عني بملاحظاتكم من ناحية التصوير أو العمل أو كذا، مستلزمات العمل إلى غير ذلك، فرأيكم يهمنا كثيرا. إن شاء الله ستجدون في صندوق الوصف الفيديوهات التي عملت فيها والتي شرحت فيها كيفية عمل سدة من الحديد والخشب، يعني طريقة أخذ القياسات والأبعاد وكذا، طريقة ومراحل وضع السدة، إلى أنه الاختلاف الموجود هنا عوض وضع الخشب سنضع إن شاء الله الخرسانة والتي ستكون على هذا النوع من الطولة. كما ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف رقم الهاتف، والذي وضعته رهن إشارتكم للاستفسار حول التكلفة وحول العمل وحول تقنيات البناء بصفة عامة. كما أود أن أشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي الدعم المتواصل الذي حظينا به من طرف المتابعين في المشرق وكذا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وكذلك المغرب. الدعم المتواصل لكم وكذلك الثناء على العمل والثناء على الجهد الذي نقدم، وإن شاء الله هذا حافز لنا باش أننا نقدم الجديد وأننا نزيد القدام إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى من صادقا ومن كل أعمال قلبي أنني نكون كنوصل المعلومة كما هي، ونكون أننا كنقدموا العمل كما هو، وهذا الشيء كامل كيتوقف على مدى تفاعلكم معنا ومدى يعني مدى الملاحظات ديالكم اللي كنتمنى تكون في التعاليق، وتمنى تكون اللي من خلالها احنا كنبنوا على ما هو جاي في المستقبل إن شاء الله. فشكرا جزيلا.
من بعد ما انتهينا من تلحيم الحديد والقش ووضع الهيكل، قمنا بوضع لاطول كولوبرون كما تشاهدون في الفيديو، والتي من خلالها قمنا بإما عند طريقتين للتثبيت، إما بوضع براغي تثبيتها بواسطة براغي مع القش أو تلحيمها على القش، طريقتين كل منهما يعني ممتاز. لتأتي بعد ذلك مرحلة صب الخرسانة فوقها وتسويتها على السدة. ربما يتساءل البعض عن مراحل عمل سلم، لكي لا أطيل في الفيديو قمت بتقطيع مراحل عمل السلم ووضعتها في فيديو آخر، إن شاء الله سأضع رهن إشارتكم في صندوق الوصف، لمن خلاله تطرقت لعملية أخذ القياسات والأبعاد وكذا تقطيع السلم وطريقة تلحيم السلم ووضع الخشب إلى غير ذلك ليصير على الشكل الموجود عليه. وهذا هو الشكل النهائي لعمل السدة، لم يتبقى سوى بعد الرتوشات أو بعد الأعمال النهائية على السدة بهذه التقنية الجديدة. أتمنى أن تنال إعجابكم، كما لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وبملاحظاتكم حول العمل لهذا الفيديو أو عمل بصفة عامة على السدة، كما أتمنى خالصا أن تقوموا بنشر المقطع بين الناس، وهذا يمثل دعما لنا ولنستمر في نشر ما هو جديد. كان معكم نور الدين من قناة كرافتس بلادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.